السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيل. اليوم الحصار تاعنا وين المدرب فلاديمير، وين يراهن على اصحاب الخبره. اصحاب الخبره خبره، العوده تاع محرز ما تكونش من اجل العوده، لازم كل لاعب يقدم واش عنده. على بالنا بلي رانا في مرحله انتقاليه، على بالنا رانا في واحد المرحله صعبه، خاطر الناس اللي كانوا في المنتخب الوطني ما خدموش مده 5 سنوات، ما خدموش يعني روطار يعني خمس سنوات روطار، عكسها على 10 سنوات روطار. ناس وين روطار داو المنتخب الوطني ما تطورش مدة 5 سنوات. على ذلك رانا نقولوا مرحلة انتقالية، خاطر هذو الناس كان ليها فرحان المنتخب الوطني ما راش يعني ما كان ضغوطات، كيفاش فلان ما جابوش فلان ما جابوش. شكون اللي ينجم يريسكي لك كيما قال؟ علاه مين جا المدرب السابق؟ هذاك المدرب السابق كي جا جاب لك اللعابه، اش جاب لك؟ جاب لك فيكتور لك حل تبليسه، يعني مدة 5 سنوات جاب لك فيكتور لك حل، مدة 5 سنوات يعني خلاو تفاتت كوب دي مون 2022 باش راحوا جابوا عوار وآية النوري وراحوا داروا بهم حملة باش 2026، ما مشات لهمش. هذه هي منتخب وطني ما تطورش كيما هكا. وين يراهن المنتخب الناخب الوطني فلاديمير على العمل الخبرة تحسبا لمواجهتين المنتخب غينيا الاستوائية يوم 5 سبتمبر القادم بملعب الميلود هدفي بوهران، والمنتخب ليبيريا بالعاصمة يعني في عاصمة بملعب العاصمة ليبيريا يوم 10 من شهر نفسه، لحساب جولتين الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب. يعني الناس لما يقارعوا، وانا نقول لكم بالك الناس يتقارع باللي منتخب وطني، لا نربحوا منتخب وطني يربح. غينيا الاستوائية هذه كانت تبان كبيرة علينا، يعني خاطش على ما كانش عندنا مدرب مليح، هذه هي كانت تبان كبيرة علينا. موريتانيا كانت تبان كبيرة، كما واحد شفتو انايا قال لهم كن عشنا ايام جميلة مع المدرب السابق. وين ايام جميلة؟ ايام جميلة انتيا شاهدنا البكا، ايام تاعش ايام جميلة. 35 مباراة بدون فائدة، 35 مباراة بدون فائدة. على الفيفا راه يتخمم بيديروا لها لاكوب، بيديروا لها التيت تاع 35 مباراة. هذيك بدعة، هذيك بدعة، 35 مباراة بدعة. النتائج بالتأهل كأس العالم، تأهل الوصول دومي فينال، الكوب دافريك فينال، الدير درديك كوب دافريك، تروح تشارك دير درديك، ماشي تخرج مع موريتانيا وتجي تقول لي ايام زاهيه. تاعش ايام زاهيه مع موريتانيا؟ تقول لي الشعب يقارع باش نقاليزو مع موريتانيا، تقول لي ايام زاهيه؟ اذا ما كانش هي مالك 7 مباريات برك 2019 عشنا 7 مباريات ليها كاش. ويفضل المدرب الخضر الاعتماد على اغلب العناصر التي تتمتع بالخبره وتعرف المنافسه الافريقيه جيدا، على غرار رياض محرز ورامي بن سبعيني رفض في الوقت نفسه المغامره بفتح الباب مجددا امام الوجوه الجديده في ظل اصراره على حصد 9 نقاط وتصدر المجموعه الخامسه. يعني 6 نقاط، زوج مباريات 6 نقاط. وسيشرف الناخب الوطني فلاديمير على تربص الثالث له مع المنتخب الوطني الجزائري الذي سينطلق كما هو معلوم يوم غدا ان شاء الله بمركز سيدي موسى تحسبا لمواجهتين غينيا الاستوائيه وليبيريا برسم جولتين الاولى من تصفيات نهائيات كاس امم افريقيا 2025 والتي ستقام بالمغرب، مما لا شك فيها ان موعد الثالث والذي ينتظر المنتخب الوطني الخاص برحله البحث عن تأشيرة التأهل إلى العرس الإفريقي القادم سيكون مختلف تماما عن سابقه، خاصة وأن التقني البوسني استخلص دروس من دورة الفيفا الودية شهر مارس الماضي والتي تخلتها مباراتان أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا قبل استئناف تصفيات مونديال بهزيمة مدوية أمام غينيا في عقر الديار وفوز في أوغندا أمام منتخب المحلي شهر جوان الماضي. ولكون المنتخب الوطني بحاجة إلى انتصارات ونتائج إيجابية وينتهي مرحلة الشك وتعيد الثقة للاعبين بعد سنوات العجز، يعني شدد المدرب على ضرورة تحقيق بداية مثالية في المحطة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، خاصة وأن الخضر سيستفيدون من أفضلية الملعب
والجمهور أمام غينيا الاستوائية في الجولة الأولى يوم الخميس على الساعة 8. وصرح المدرب خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الخميس الماضي أنه يراهن على تحقيق انتصارين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا على التوالي، الأمر الذي دفعه للحفاظ على الاستقرار التشكيلة واعتماده على أغلبية العناصر التي عينها خلال تربصين السابقين باستثناء فارس يعني فارسي وسعيود، مع فتح الباب من جديد لالتحاق العناصر القادمة التي تتمتع بالخبرة على غرار القائد رياض محرز والحارس أوكسدا الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا في وقت سابق بسبب الحقرة والظلم. ويريد المدرب الخضر ضرب عصفورين بحجارة واحدة من خلال البحث يعني عن ورقة التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 مبكرا، والتحضير في الوقت نفسه لاستئناف سباق البحث عن تأشيرة المونديال 2026 والتي سيستهلها رفاقة رامي بالسبعيني شهر مارس 2025 بمواجهتين بورتوانا والموزمبيق ضمن المجموعة السابعة والتي يتصدرها محارب الصحراء بست نقاط. وتفادى المدرب السابق المنتخب السويسري يعني المغامرة في تصفيات كان، وأجل تدعيم التعدد بعناصر جديدة إلى غاية التقدم في المسابقة والانفراد بالصدارة بفرق مريح، خاصة وأنه من الصعب على أي ناخب إيجاد فورمة مثالية للمنتخب خلال شهر سبتمبر والذي يكون فيه اللاعبين بعيدين عن إمكانياتهم الحقيقية، سواء بسبب تغيير أجواء أو كثافة التحضيرات بداية الموسم أو مشاكل التأقلم بالنسبة للاعبين الذين غيروا الأجواء، دون نسيان لاعبين متواجدين دون فريق. يعني وين المهم رانا كما يقول لك نتكلموا وقلناها ونعاودوها، خاطر رانا في مرحلة انتقالية، مرحلة صعبة رانا فيها. المهم رانا مور واقفين مور المنتخب الوطني، ما نكونوش كيما ذاك مسيلمة كذاب يكذب، ها راهم داروا له القائمة، ها راه منا، إنسان كذاب هذاك، إنسان كذاب. أو هنا منتخب وطني يضغطوا هما طريقة خبيثة تاع الشواطي، راه عندي التسريب يقول لذاك شنوية يقول له صاي جا ترمس، أكذب باش نطلعوا لي كونت تاعنا، أكذب باش نطلعوا لي كونت، يقول له كذب في هذه 10 أيام باش نطلعوا لي كونت، راه عندي التسريب مسيلمة كذاب. غادي بعد تسمع كي نقول لك بعد تسمع، راه عندي يا ماشي تهضر مع مسيلمه مع ذاك الشينويه تقول له هذا الوقت اكذب محرز منا كذب برك، عندي التسريب غادي تسمع. هيا قولوا لنا صوت اصطناعي مساكين، صوت اصطناعي. وبالمقابل ويحضر المدرب لتغييرات تكتيكية تحسبا لمواجهتين غينيا الاستوائية وليبيريا، حيث قال خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الخميس الماضي أن لكل منافس تحضيرات خاصة به، ما يعني أن التغييرات التكتيكية سيحدثها المدرب ستكون أولى يعني أول مرة منذ قدومه على رأس العارضة الفنية للخوض، خاصة على مستوى الدفاع والذي يعتبر حلقة الأضعف، حيث يفكر في إعادة المدافع عيسى ماندي إلى الرواق الأيمن في ظل عدم تمتع يوسف عطال بكامل إمكانياته، مع الاعتماد على الثنائي رامي بن سبعيني ومحمد أمين طوغاي في المحور الدفاع، مع إمكانية ظهور ريان أيت نوري في وسط الميدان. ولا يزال حسام عوار يحظى بثقة مدربه، خاصة بعد اللقاء الذي جمعه به في مدينة جدة السعودية خلال ملاقاته يعني رياض محرز وأمين سعيود، كما كان راضي عن مردود الذي قدمه في معسكر جوان الماضي، ما يرشحه للظهور أساسي كصانع ألعاب رقم 10 أمام غينيا الاستوائية في انتظار الدور الذي سيوكله للعائد رياض محرز والوفد الجديد أمين سعيود، وعلما أن المعطيات تتغير في المواجهة الثانية أمام ليبيريا التي ستجري على أرضية معشوشبة اصطناعيا. المهم احنا يا المنتخب الوطني عندي ثقة بزاف، عندي ثقة كبيرة في المنتخب الوطني الجزائري باش يعود يعني باش نكملوا هذا التربص بسلام بست نقاط إن شاء الله. أنا نشوف باللي ست نقاط، المهم بدايتكم موفقة إن شاء الله بربي. هذه هي، واللي راه يقارع ليكيب ناسيونال باش يفرح لازم يروح عند البيطاري، لازم نقولكم لازم يروح عند البيطاري.
هذا امر يعني مؤسف جدا. تشوف انت واحد قرع البلاد وتخسر لازم له بيطاري. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو، وما تنساوش ثاني تفعيل الجرس، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.